قوليلي بقى بمنتهى الصراحة، لو عملتي لحد ميك اب، لان الدنيا اذواق، خلينا أكيد. متفقين على ده طبعا. عملتي لحد ميك اب وما عجبهوش، بشيله وبعيده من الاول عادي، ما عندكيش اي مشكله؟ لا خالص. لو عروسه ملزمين بوقت؟ بصي، هي العروسه عامه لازم بكون سنسيتيف قوي في التعامل معاها، لان ببقى عارفه طلباتها من البدايه وبشتغل عليها ستيب باي ستيب، انه كل حاجه بعملها تمام. مش فكره انه لا لازم تتفاجئي بنفسك والكلام ده، لا هي لازم تبقى معايا وشايفه وكل حاجه. موضوع المفاجاه ده بقى بيبقى للناس القريبه مني بقى، اصحابي حبايبي الكلام ده، هما بيبقوا واثقين فيا مليون في المية. وعامة أي عروسة بتجيلك برضو كميك اب ارتست بتبقى واثقة فيكي يعني، فبيبقى فيه سنة ارتياح. فكرتي في مرة تعملي لوك لنفسك وكان في بالك لوك معين وفجأة اكتشفتيه لوك تاني خالص؟ كتير كتير. اللي هو أنا من كتر ما بحب الميك اب تلاقيني مثلا ده أنا هعمل سيمبل ميك اب ونازلة بسرعة، إيدي بتسرح بقى يعني، برسم بقى وأي لاينر لا كتير كتير بتحصل معايا كتير جدا.